نيجي هلأ لأنواع المناظر الطبيعية. عندي أنا 3 أنواع بناء على الحجم والشكل. أول نوع عندي مناظر كبيرة ومفتوحة، ورسم هذا النوع بيتميز إنه بينرسم وبيتلون بشكل مبسط جداً بدون ما أحتاج إني أضيف تفاصيل كثيرة مثل هاي اللوحة. النوع الثاني عندي مناظر صغيرة ومضغوطة، هيك بتحسوها مضغوطة، بتتميز إنه إلها تفاصيل دقيقة وواضحة مثل هاي الرسمة. وعندي النوع الثالث اللي هي مناظر هيك طويلة وضيقة مثل المناظر اللي فيها أشجار على جانب طريق مثلا. نيجي للنقطة الخامسة وهي مستويات أو طبقات اللوحة، painting layers. كل لوحة لأي منظر طبيعي بتتكون من 3 مستويات أو 3 طبقات. شو هما؟ خلينا نطبقهم هون على هاي اللوحة اللي عندي. أول مستوى أو أول طبقة هي مقدمة اللوحة أو الفوريجراوند، اللي هي عندي هون أنا الأرضية، درج نازل، باب بيفصل بين الجدارين هدول، وفازة صغيرة. شو أهمية مقدمة اللوحة؟ مقدمة اللوحة هي المنطقة التمهيدية اللي بتخلي عيونكم تنتقل من هاي المنطقة لباقي اللوحة بإنسيابية ولطافة وجمال. شو مميزات مقدمة اللوحة؟ خلينا نقول أنا عندي مقدمة اللوحة ابتداء من هون. شو مميزات مقدمة اللوحة؟ هاي هنعتبر هاي المنطقة كلها مقدمة لوحة. أول شيء تفاصيلها واضحة جدا وما فيها عناصر كتيرة. يعني أنا هون عندي فازة صغيرة، باب بيفصل بين جدارين، أرضية ودرج. هاي هي المقدمة. تاني شيء لما أجي ألون مقدمة اللوحة راح تكون الألوان واضحة جدا وراح تكون غامقة. ليش؟ لأنها عناصر قريبة، وهالشي بيرجعنا لقاعدة مهمة جدا في الرسم، كل ما قرب العنصر كل ما كان أوضح باللون والتفاصيل. وكمان نقطة مهمة جدا الحجم، كل ما كان العنصر قريب منكم رح يكون كبير وكل ما كان بعيد عنكم رح يكون صغير. الطبقة الثانية من اللوحة أو المستوى الثاني من اللوحة اللي هي الطبقة الوسطى، اللي هي هاي بعد المقدمة وعندي أنا هاي هي الطبقة الوسطى. هاي الطبقة الوسطى، الطبقة الوسطى هي غالبا اللي بتحتوي على الموضوع الأساسي للوحة نفسها أو العنصر الأساسي للوحة أو التكوين المميز للوحة. شو مميزات المستوى الأوسط أو الطبقة الوسطى؟ بيتميز بوضوح التفاصيل. أول شيء التفاصيل عندي واضحة وهاي هي مركز اهتمام اللوحة، مشان هيك أنا بدي أوضح التفاصيل أو اللي هي center of interest. خلينا نحكي إنه يعني هيك وسط اللوحة، ممكن وسط اللوحة. إذن هذا عندي المبنى مع جزء من المبنى هاد، أنا عندي هون هاي المنطقة الوسطى مثل ما شرحت لكم بالنقطة والمنطقة المحورية. نجي على الطبقة الثالثة من اللوحة، الطبقة الثالثة من اللوحة اللي هي الخلفية. خلينا نقول هاي الخلفية، هاي هي الخلفية أو الباك جراوند أو نهاية المشهد. عندي هون الخلفية السماء، الجبال، وخط الأفق. بالنسبة لخط الأفق رح أتكلم عنه إن شاء الله بفيديو المنظور، لأنه فيديو المنظور وخط الأفق والهاي كلها مرتبطة ببعض فبدها فيديو كامل لحالها. فأنا عندي الخلفية هون جبال، السماء، جزء من البحر، هاي هي الخلفية أو الباك جراوند للوحة. طيب الخلفية بشو بتتميز؟ أول شي بتتميز ببعد العناصر، العناصر اللي أنا بدي أرسمها كتير بعيدة. ثانيا عدم وضوحها، ما في يعني مش واضحة كتير والتفاصيل اللي فيها كتير قليلة. وثالث شيء اللي هي بهوت الألوان أو بتكون الألوان فاتحة كتير فيها. ليش؟ لأنها بعيدة. وهاي برجعنا للقاعدة المهمة الثانية بالرسم، إنه كل ما بعد الشيء قل وضوحه وخف لونه وكمان إيش؟ صغر حجمه. طيب نيجي هلأ لموضوع تقسيم المشهد بالكامل أو تقسيم
بانوراما، ديفايدنج بانوراما. بعض الأحيان بتكون المناظر الطبيعية متشعبة وكبيرة ومعقدة لدرجة إنها ممكن تكون مزعجة ومتعبة للرسام، ولدرجة إنه كمان ما يقدر يحتوي المشهد وتفاصيله، خاصة للرسامين المبتدئين. طيب كيف ممكن إني أعالج هاي المشكلة؟ عن طريق تقسيم المشهد لعدة أجزاء، بحيث إنه كل جزء أنا أقسمه يكون بيحتوي على التكوين أو الكومبوزيشن أو الموضوع الأساسي. مثل هذا المثال، عندي هاي اللوحة، مشهد هيك من لوحة، كبير متشعب معقد فيه كتير تفاصيل. طب بدي أنا أجي أقسمه لثلاث أجزاء. خلينا نقول الجزء الأول، مثل ما أنتوا شايفين بالصورة، الجزء الأول A، الجزء الثاني B، والجزء الثاني C. طيب شو اللي بيميز الجزء الأول اللي هو A؟ إنه مساحة المي تقريبا بتغلب على معظم التكوين، والتلال موجودة عندي أنا هيك مثل خلفية ورا المي، والمقدمة بتتمثل إنه في عندي جزء من الأرض على اليسار بيقطعها مي وشوية أشجار. بالنسبة للجزء الثاني أو بي، مثل ما أنتوا شايفين المربع مرسوم بوضع رأسي، وبنلاحظ إنه التكوين بيركز على المنطقة الوسطى اللي هي الميدل جراوند، فبيبين عندي جزء ضيق من النهر، ومبين عندي إنه بعيد، لكن بيركز لي على منطقة الأشجار اللي حوالين البيوت هاي. طيب نيجي للجزء الثالث اللي هو C. الجزء C مثل ما أنتوا شايفين المربع مرسوم بوضع أفقي، ورح نلاحظ إنه عناصر المقدمة بتبين واضحة وقريبة. طريقة التقسيم تبعت التلال البعيدة والنهر بتخلينا نحس إنه المساحة عن جد واسعة، وإنه المسافة كبيرة. فهاي الطريقة بتساعدكم انه انتو تقسموا اي لوحة بدكم ترسموها، خاصة اذا كانت فيها تفاصيل كتيرة ومعقدة ومساحة كبيرة جدا، اللي هي تقسيم المشهد بالكامل او تقسيم بانوراما. اخر نقطة عندي انه هل بقدر ارسم نفس المشهد في فصل مناخي مختلف؟ طبعا فينا نرسم نفس المشهد بالضبط، على فرض خلينا ناخذ هاي اللوحة سانتوريني، فينا نرسم نفس المشهد بالضبط في فصل سنة مختلف، أو حتى ممكن في توقيت مختلف في اليوم. أنا في اللوحة هاي راح أرسمها بوقت الغروب، وإن شاء الله بس أخلص اللوحة وألونها راح تلاحظوا تدرجات ألوان الغروب وانعكاس الألوان على البحر وعلى الصخر وشوي على القبة وشوي على الشجر. هذا الموضوع راح يخليني أدخل لكم بموضوع الظل والنور، وموضوع الظل والنور صراحة موضوع كبير، وبإذن الله راح أعمل لكم برضو فيديو تاني عن الظل والنور. بالنسبة لموضوع إنه هل بقدر أرسم نفس المشهد في فصل مناخي مختلف، طبعا بنقدر. ليش؟ لأنه كل فصل مناخي له طابع درامي، له طابع درامي مميز. رح نلاحظ التغيير بالسماء، رح نلاحظ التغيير بالسحب، إن كان الموضوع في مطر أو تلج المطر رح يكون شوي الموضوع كئيب، الألوان باهتة، رح أركز على انعكاس المطر إن كنت أنا برسم مثلا مدن أو سيارات أو أي منظر طبيعي، رح أركز على انعكاس الأضواء. برضو نفس الشيء تأثير الشروق والغروب، بدي أخذ بعين الاعتبار درجات الألوان، تدرج الألوان في الشروق والغروب. نفس الشيء بالنسبة للفصول، إذا أنا بدي أرسم هاي بفصل الصيف رح تكون الرؤية عندي واضحة، رح تكون عندي الألوان واضحة. برضو في فصل الربيع نفس الشيء، في فصل الربيع لو بدي أجي أرسمها بفصل الربيع رح تكون اللوحة هيك حيوية ومزدهرة، وبالتالي رح تتنوع الألوان، غير لما أنا أرسم بفصل الشتاء إن كان ثلج أو مطر وهكذا. كل فصل بيختلف في تباين اللوحة وتباين العناصر. طبعا أنا هاي اللوحة بإذن الله إن شاء الله رح ألونها وأنزل لكم إياها، إن شاء الله تعجبكم. كل اللي شرحت لكم إياه بالفيديو هاد رح تلاحظوه باللوحة، إن كان للمقدمة والوسط، النقطة المحورية، المنطقة المحورية، الأبعاد تبعت الخلفية، أبعاد الأجسام البعيدة، أبعاد الأجسام القريبة،
ألوانها وضوحها، كل هذا إن شاء الله راح تشوفوه باللوحة القادمة. وبس هذا كان درس اليوم، إن شاء الله تكونوا استفدتوا وإن شاء الله تطبقوه بإذن الله. إذا حبيتوا ترسموا أي منظر طبيعي بتمنى إنه تستفيدوا منه، وإذا في أي استفسار اكتبوا لي بالتعليقات. شكرا للمشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.